صرت أعزف كنت مبسوطة لما شفت عيلتي هديت كثير، ولما شفت إنه كل إشي يعني كثير حلو أمنية وكل الناس كانوا مبسوطين وكانوا يزكفوا كثير مبسطت أنا، إنه لما شفت الناس بتفاعلوا هيك كان كثير حلو. كان شعوري متوتر ويعني كنت خايف، ولما تعودنا كنت خلاص تعودت وصرت صرنا نعزف كثير. كنت متوترة كثير عشان أول مرة بطلع قدام جمهور كثير، وبعديها يعني خف توتري وانبسطت كثير. حسيت عادي، كانت حلوة كثير وعجبتني كثير وانبسطت لما رحت وخلص. كأول مرة كانت تجربة كثير حلوة وهيك جديدة علي، بس برضو كانت بتوتر وفي شوية خوف كان لأنه كنت خايف أغلط وغلطت طبعاً، غير إنه أهلي كانوا موجودين والناس اللي بعرفهم. إيش كان ممتع؟ كان كثير حلو ولما وخاصة لما شفت الجمهور وهم يزكفوني.